السلام عليكم. وعليكم السلام. كبقتي يا خير؟ كبقتي مع هذه الفجعه الاولاد ديالك؟ الحمد لله حنا كان اللهم لك الحمد. حنا كنتقلب عند رما. واش سمعتي شي اخبار؟ شي واحد قال لك شفتي في شافوا في شي جهه؟ لا والو استاذه، ما كاين حتى شي حاجه. هنا ما قلبوا باقي دابا ما كاين حتى شي حاجه. ممكن تعاودني كيفاش نعاود لك استاذه؟ نهار السبت، نهار السبت الام د العائل ولدي محمد علي خليشف عيطت لي مع الوحده ونص، قالت لي العيرة ما رجعش من الدار، ميخرج من الدراسه ما جاش من الدار. مشيت هو من الدراسه كنسول، قالوا لي العيرة خرج ما بقاش عادي. خرج بحالو بحال العيال. عاوتاني عيطني ماه، قالت لي سر قلب في الحومه شوف، عيط في الدار حدا باب الدار وديك الشيء. مشيت كنعيط ما كاين حتى شي حاجه، ولكن في الوحده ونص تقول لك يماه سير عيط على العائله، يعني عادي في الوحده ونص باقي ماشي معطل. ماشي معطل عادي، كنعيط تما محمد علي محمد علي ما جاوب عليا حتى شي واحد. عاوتاني عيط لا قلت راه ما كايناش العائل هنا. هاد العائل واش غير من المدرسه كيجي للدار ولا كيمشي لشي بلاصه شي مره ولا شي؟ لا العائل وضح لنا. لا العائل ملي كيخرج من المدرسه كيمشي نيشان عند حنا هنا واحد الفران جا في السوق في الكورنا. جا في الكورنا واحد الجامع تحت من هذيك المحلات كيديروا الخبز تما، كيطيبوا الخبز وكيبيعوا في بلاصه. المهم هو دائما كيساعد دائما دائما في خنا كيخرج كيمشي عند حناه. اذا هذا الوليد معروف؟ لا معروف اي واحد كيعرف. اذا دائما كيخرج من المدرسه كيمشي عند حناه كيجر ديك الكاروسه كيديها بلاصه عندي ما باش كيبيعوا الخبز. صافي اي واحد مشي تما تسولو قول له اللي كيجر لعب الكاروسه راه عارفه محمد علي. محمد علي معروف صافي. وهادشي اللي كنعرف انا اصلا العائله مدرسه الكروسه البلاصه هادشي اللي كنعرف. ما كنعرفش ما كيلعب مع العيال في الزنقه، ما عنده صحابو ما عنده حتى شي حاجه. المهم انا كنقلبو هي كتقلب انا كنقلب. ومشيت درتو على العائلات ديالكم؟ درتو على كل شيء؟ ما لقيتوش شي؟ ما كاين حتى شي. قلت لها واش مشيت للكوميساريه ديكلاريتي؟ قالت لي لا باقي بكرا عاد شي جوج سوايع دابا باقي ما كنعملهاش. لا وصلت تمشي. المهم شبر طلع من الكوميساري جات مع السبت والحال فهمتي. ومشينا قال لك عطيناهم الاسم بيانات ديال الوليد. صافي قال لك حتى نهار الاثنين اجي للدائره الاولى ديكلاري. وديكلاري. يوم الاثنين مشيت من الدائره الاولى عطيتهم كل شيء، حاله مدنيه والتصاور ديالي وديالو كل شيء، عملنا ديكلاراسيون هادي وصافي. باقي دابا كنتسناو شي خبر ان شاء الله تعالى يكون على الخير. اخبار الخير ان شاء الله، لان الوليد في الحقيقه ماشي اللي عادي اللي يعيط ليه شي واحد شبرو فيه شي واحد قوي في شويه راك عارف اللي كيدير. ماشي ما عارف الله اعلم شي واحد كيعرفه ولا الله ما عارف. انا باقي دابا ما عرفت حتى حاجه. الله ايوا عند الله. الله يفك هاد الساعه هادي ويكون على الخير ان شاء الله. ان شاء الله. اذا الاخوات ديالنا الله يرضى عليكم، هذا الاب ديال محمد علي والاخوان في العالم كامل، ماشي غير غنقولوا العرايش، غنقولوا العرايش المغرب وبرا المغرب، يتعاملوا مع هذه القضيه هذه، يحاولوا ينشروا على اكبر عدد ممكن من الجهات، حيت الوليد ما كنظنش هذا الوليد اللي ما كي اللي عايش شي واحد ويهزو بسهوله، لانه هو كيعاون الجد ديالو كيعاون يعني كيدي لهم الخبيزه، يعني ماشي طفل اللي هو ساذج عاد جاي تقول له ارا نديك عيمشي. فالله يجازيكم بخير. هذه الصوره ديال الوليد محمد علي. اللي وزعوها في المغرب كامل الله يجازيكم بخير، لعل الله والخير يجي من عند اي واحد. فكنتمنى ان الميساج يوصل لاي واحد يعمل يدو على قلبه ويجرب على هذا الوليد صغير 7 سنين، ماشي كبير بزاف. اذا اللي شافوا في شي بلاصه يحاول يتصل، انا غنزل رقم الاب ديالو. والله يجازيكم بخير، تعاونوا مع هاد العائله هذه هاد الاسره. طفل فحال هكا يختفي بهذا الشكل هذا شويه صعيب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.